طب يا بنات، خلصنا كده تلات ارباع الميك اب، نخش بعد كده في البلاشر. البلاشر الحاجة اللي ما بتخلاش من عند اي حد، حتى لو ما بيحطش ولا اي ميك اب في الدنيا، بس هتلاقي عنده علبة صغيرة كده بتاعت بلاشر وفرشة، كل الناس عندها الايتم دي. المهم تقدري بقى تختاري البلاشر ازاي. البلاشر اكتر درجتين بتليق على اغلب الناس، الدرجه اللي على بينك شويه والدرجه اللي على اورنج، ولو خلطيهم مع بعض هتاخدي لوك جامد جدا. طيب اوكي، اديني اسامي براندات. عايزه لو انتي بشرتك جافه، اماندا منزله زي بلاشر ستاك كده، هو بتحطيه على بشرتك وبتوزعيه، هو كريمي. ده هيبقى حلو قوي للبنات اللي بشرتهم جافه، هيثبت معاهم وفي نفس الوقت ما تحسش ان هي حاطه حاجات كتير باودر. لو انا عايزه بلاشر باودر عادي، عايزه بلاشر باودر عادي، عندك كاتريس، عندك ايسنس، عندهم بلاشرز حلوه جدا وناس كتير بتستخدمها. طيب عايزه حاجات تانيه، عندك نيكس، عندك لوريال، عندك فلورمار، عندك انواع كتير، عندهم بلاشرات حلوه قوي. فالبلاشر مش هنغلب فيه عموما، يعني في انواع كتير وبراندات كتير رخيصه بتعمل بلاشرز حلوه، يعني البيجمنت بتاعها حلو. طب ايه حلوين؟ نيجي بعد كده للاقلام اللي جوه العين، اختارها ازاي؟ لو انت عينيكي ضيقه زي عيوني كده، تقدري تختاري الالوانات الفاتحه، يعني اختاري مثلا لون لبني، اختاري لون اخضر فاتح، اختاري لون نود زي اللي انا حاطه جوه عيني دلوقتي، يعني روحي للالوانات الفاتحه عشان تفتح لك عينيكي. طيب اوكي، لو انا عينيا واسعه تقدري طبعا تروحي للكحل او الالوانات الغامقه زي الازرق الغامق للاخضر الغامق، كل الحاجات دي بتصغر العين شويه. اوكي، ايه البراندات اللي انا اقدر اجيب منها اقلام كحل وتكون الكواليتي بتاعتها حلوه قوي؟ ايسنس انا جربت من عندهم شويه اقلام حلوه قوي، يعني في قلم كحل اسود اسمه اكستريملي لاستنج، حلو جدا جدا جدا. فده رحوله هو ما بيتبري، الحاجات اللي هي بتتبري دي بلاستيك مش خشب، الخشب وحش جدا، البلاستيك ده ممتاز. جربت من عندهم قلم اخضر خشب مش لطيف خالص، جربت من عندهم قلم بيتفتح كده لونه لبني حلو جدا. جربت ايه تاني من عندهم؟ القلم بتاع سيلكي نود اللي هو جوه عيني ده اللي هو الابيض، او النود او البيج، حلو جدا ممتاز، كريمي ثابت بطريقه مش طبيعيه. فدول من عند ايسنس. تقدري تجيبي من عند اللي هو ميبيلين، من عند نيكس، كل دول الكواليتي بتاعت الاقلام بتاعتهم حلوه 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 بجد بجد يعني. بس كده يا بنات، دي النقطة بتاعت الأقلام بتاعت جوه العين. نخش بعد كده للآي شادو. ايه الآي شادو؟ أجيب آي شادو ازاي؟ أو أختار ألوان آي شادو ازاي؟ انتي لو انتي مش بتشتغلي بروفيشنال، يعني لو انتي مش محتاجه ان انتي تبقى عندك باليت طويله عريضه فيها الوانات الدنيا كلها، فانتي محتاجه باليت يكون فيها الالوانات اللي بتستخدم يوميا، زي الالوانات اللي على بني بدرجاتها، الالوانات مثلا فيها شويه زيتي، فيها شويه بينك وموف، الالوانات اللي بتستخدم كل يوم، فانتي هتحتاجي الباليت اللي فيها الالوانات دي. طيب انا عايزه باليت مثلا على بنيات، عندك الباليت بتاعت ايسنس، ارخص باليت اي شادو، الكواليتي بتاعتها حلوه، تقدري تستفادي من الباودر اللي فيها انك ترسمي فيه حواجبك لو انت حابه ترسمي حواجبك، تقدري تستخدمي اللون الفاتح اللي فيها اللي فيه شويه شيمر تستخدميه كهايلايت، انا قعدت فتره طويله استخدمه كهايلايت، جواها درجات بني فيها بتلمع وفيها مات وفيها يعني درجات بني كتير، فتقدري تستفادي من العلبه دي. طيب انا عايزه علبه اكبر شويه، يعني تكون فيها الوانات كتير عشان ما احتاجش اشتري اي حاجه بعدها تاني، ريفوليوشن او ميك اب ريفوليوشن او ريفوليوشن ميك اب ايا كان بقى اسمها ايه دلوقتي، تقدري تختاري من عندهم باليت اي شادو، الكواليتي بتاعتها حلوه نوعا ما، بيجمنت كويس، تقدري تجيبي من عندهم او من فوريفر 52 او تجيبي من مين تاني، او الباليت بتاعت زبالم اللي هي فيها حوالي 9 الوان، حلوه 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 بجد. طيب اجيب ايه تاني؟ عندك الباليت بتاعت ميبيلين، كنت عملت عنها ريفيو قبل كده، باليت حلوه جدا والوانتها فظيعه، بس اغلب الباليتس اللي هي دراج ستور او اللي هي الباليتس الصغيره دي ما بيبقاش فيها لون انتقالي وتوزيع كتير، يعني بالكتير هتحطي لونين فوق بعض. طيب اجيب باليت بقى يكون فيها لون انتقالي والكلام ده كله، وعندك بقى ممكن تجيبي من ريفوليوشن زي ما قلت لكم، وتقدري تجيبي من فوريفر 52، وتقدري كمان تجيبي من ايه تاني، من ايه يا دعاء، الباليت قلت لكم بتاعت ذا بالم دي، بتبقى عند ناس كتير وساعات بيعملوا عليها ديسكاونتس كتير، وايه تاني تقدري تجيبيها، بس يعني دول الباليت اللي نوعا ما معقوله. لو انت عايزه بقى تجيبي باليت تكون هي الباليت اللي هتقعد عندك قرن من الزمن، اللي فيها الوانات ما بتبطلش ولا بتروح ابدا، وتعملي بيها 650 لوك، فهي الباليت بتاعت مودرن ريسنس فظيعه بتاعت انستازيا. بس كده ده الموضوع بتاع الاي شادو.
سريعا نخش بقى على الماسكارا. انا عايزه ماسكارا، الماسكارا تختاريها ازاي او اختار الماسكارا اللي تناسبني ازاي؟ طبعا اكيد اكيد كل البنات دي حاجه مش هنختلف عليها ان كلكم هتحطوا ماسكارا. طيب اوكي، اختار انواع ازاي؟ اول حاجه شوفي انت محتاجه ايه من الماسكارا وجيبيها. يعني انت مثلا محتاجه كثافه، هاتي ماسكارا فيها الشعر كتير. محتاجه طول، هاتي ماسكارا رفيعه وفي نفس الوقت شعرها صغير هتدي معاكي طول. طيب تمام، ايه الانواع اللي موجوده وكويسه؟ ايسنس عندهم ماسكارتين، واحده لونها فوشيا وواحده تاني مش عارفه اسمها حاجه ستايلست، هي برضو معروفه الراس بتاعتها من فوق فيها زي ضفاير كده، دي حلوه جدا. وماسكارات ميبيلين طبعا مفيش كلام عنها ومش هيختلف عليها اتنين، والماسكاره بتاعت كاتريس، وكاتريس عندها كذا ماسكاره والماسكاره بتاعتهم حلوه جدا. طيب بعد كده بقى عندك بقى الماسكاره بتاعت سيفورا، عندك بتاعت بينيفيت والحاجات الجامده دي. بس اي لاينر، مش كل المبتدئين في الميك اب بيحبوا يحطوا اي لاينر، ومش كل الناس عينيهم بتساعدهم ان هم يحطوا اي لاينر. في بنات كتير عينيهم مبطنه فبيبقى موضوع الاي لاينر ده صعب شويه، بس لو حبيتي تجيبي اي لاينر فانت عندك اوبشن كتير جدا ان انت تجيبي منهم. كل البراندات تقريبا عندهم اي لاينر، بس الحاجات اللي الكواليتي بتاعتها كويسه وسعرها يعني كويس. عندك بتاعت ايسنس عندهم اي لاينر، هو ديب لاينر، بيتفتح كده من فوق وناشف شويه، العصايه بتاعته من جوه يعني ناشفه، الغطاء بتاعه لونه فضي، ده تحفه لغايه دلوقتي عندي بقاله 8 شهور وحلو جدا ولسه فيه مش عارفه ازاي، بس فظيع. تقدري تجيبي من ميبيلين، عندهم الاقلام وعندهم اللي هو الجل، عندهم الاثنين. اكتر نوعين حبيتهم هو بتاع ايسنس وبتاع كيكو، طبعا محدش هيختلف على انجلوس ده اكيد. نيجي بعد كده للهايلايت، اكتر حته بحبها في الميك اب الهايلايت، يعني مش هتكلم كده. المهم الهايلايت، طب انا عايز اجيب هايلايت. اغلب الهايلايت الرخيصه قوي 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 ما بتديش اي افكت، يعني لا اما بتديكي افكت الجليتر اللي هو كانك حاطه شويه جليتر على وشك، ما بتديكيش افكت الهايلايت قوي. هجيب لكم الاخر واقول لكم ايه الهايلايتس اللي يعني نوعا ما كويسه. ايسنس نزلت ليكويد هايلايت، ده للبنات بس للاسف بره مصر هي اللي تقدر تجيبه، لكن في مصر لسه ما نزلش. فالليكويد هايلايت ده جبار جبار، يعني يا رب يا رب يا رب ينزل في مصر. طيب دلوقتي مش موجود ايسنس اللي هو ليكويد هايلايت اللي هو السائل ده، طب انا اعمل ايه؟ عندك نيكس، نيكس جبار عندهم هايلايت فظيع. طيب مش قادره اجيب نيكس لان ملهاش ستور معين وصعب قوي تجيلي من بره، اقدر اجيب ايه؟ موجود عندك الف، تقدري تجيبي من الف، الهايلايت بتاعهم حلو جدا. طيب اوكي مش موجودين كل دول، وانا عايزه حاجه الايفكت بتاعها حلو جدا، اي اي شادو لونه كريمي، اللون الكريمي اللي هو ايه، مش بيج غامق، بيج فاتح قوي اللي هو اللون اللؤلؤي ده، اي اي شادو فيه شويه لمعه تقدري تستخدميه كهايلايت وهيبقى جامد جدا. انا قعدت فتره طويله استخدم من الاي شادو بتاع ايسنس، كان لون كريمي كده، كنت قعدت فتره طويله استخدمه كهايلايت جبار. طبعا برضو الحاجه اللي مش هيختلف عليها اتنين ان انت لازم يكون عندك على الاقل قلم روج او اتنين. طيب انا عايزه اجيب روج، ايه البراندات الكويسه ورخيصه في نفس الوقت اقدر اجيب منها روج؟ طيب يا ستي تقدري تجيبي من ايسنس، عندهم ارواج كويسه، الكواليتي بتاعتها كويسه يعني نوعا ما لطيفه وفي ناس كتير بتشكر فيها. تقدري تجيبي من فلورمار، حلوين جدا جدا جدا. تقدري تجيبي من كاتريس، تقدري تجيبي من نيكس اللي هي اكتر براند انا بموت فيها، انا اصلا الارواج اللي عندي كلها من نيكس، انا ما عنديش اي براند تانية روج، كله كله نيكس، فدي اكتر براند انا بعشقها، فتقدري تجيبي من نيكس. وتقدري تجيبي كمان من ويت ان وايل. طيب اوكي لو انت في مصر في نوع نزل زي قلم كده خشب من اماندا، مفيش حد متكلمش عنه، دي اكتر ارواج ثبات، يعني البنات بيقولوا على ثباتها حلو قوي، تقدر تجيبي النوع ده لان هو ارخص نوع في كل الكلام اللي احنا اترغينا فيه ده. طب يا بنات عايزه اجيب برايمر، انا عارفه ان انا طولت عليكم قوي في الفيديو ده، بس كنت عايزه اجيب لكم تفاصيل تفاصيل الميك اب عشان تخرجي كاتبه كده في ورقه وقلم انا عايزه اجيب ايه. طيب تمام عايزه اجيب برايمر، البرايمر حاجه مش ضروريه خالص، يعني مش لازم تحطي برايمر كل يوم، لو انت بتنزلي كل يوم رايحه شغل مش ضروري خالص خالص انك تحطي برايمر. طيب لو انا عندي مشاكل وضروري ضروري لازم احط برايمر، طيب شوفي المشاكل اللي عندك ايه وتجيبي لها البرايمر المناسب ليها. يعني مثلا لو انت عندك بقع حمراء كتير او خطوط حمراء في بشرتك كتير، تقدري تروحي للبرايمرز اللي بيبقى لونها اخضر، عشان دي بتعمل كالر كوركشن وبتعادل الالوانات اللي في بشرتك. طيب اوكي انا ما عنديش كده وعندي مثلا مسام، اوكي تقدري تجيبي لوريال انفيلبل، تقدري تجيبي من ويت ان مايند حلو جدا، وتقدري تجيبي كمان من ميبيلين، فظيع 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 حلو قوي للمسام. اعتقد كده ان احنا تمام اوكي.
تمام صح. بس كده بنات، البنات اللي كانت عايزه تشتري ميك اب ومش عارفه تشتري ايه، دي المنتجات اللي تكون في شنطه الميك اب بتاعتك، اوكي؟ اللي هي فاونديشن، بلاشر، ماسكارا، روج، هايلايت، الحاجات دي كلها، دي الحاجه اللي هتكون في شنطه الميك اب بتاعتك. في حاجات اساسيه وفي حاجات تقدري ما تجيبيهاش، الحاجات دي كلها زي الهايلايت تقدري ما تجيبيهوش، تقدري ما تجيبيش كونتور لو انت مش عايزه تعملي كونتور، تقدري مثلا ايه تاني نقدر نستغنى عنه، تقدري ما تجيبيش ايلاينر لو انت ما بتحبيش تحطي ايلاينر. في حاجات كتير اوبشن. بس كده يا بنات الفيديو خلص. يا رب يا رب اكون في الفيديو ده عرفت اساعدكم. انا اسفه جدا ان الفيديو ده طويل، بس حاولت الم لكم الدنيا كلها عشان تعرفي ايه المنتجات اللي تقدري تشتريها. ولو حد فيكم يعرف اي منتجات تانية رخيصه يا ريت تفيدوا بعض بيها في الكومنتات تحت. وما تنسوش قبل ما تمشوا تعملوا لي تحت سبسكرايب وتدوسوا كمان لايك لو عجبكم الفيديو، وتدوسوا على الجرس عشان يوصلكم اشعارات باي فيديو انا بنزله. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، وبحبكم قد الدنيا دي كلها. باي باي.